السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو سأشارك خبر رسمي عن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو. لم تتم الصفقة مع مانشستر سيتي، بل مانشستر يونايتد يضم رسميا كريستيانو رونالدو، وتمت الصفقة رونالدو إلى اليونايتد مقابل 28 مليون يورو. جماهير سيتي كانت تنتظر بشدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن لن ينضم هذا الأخير إلى مانشستر سيتي، فقد قرر السيتي الانسحاب من مفاوضة ضم كريستيانو رونالدو حاليا إلى مانشستر سيتي. حد موفق كريستيانو رونالدو مع اليونايتد.